بحب الالموند والشوكليت والدارك مينت والميلك شوكليت والمانجو المانجو ميلك شوكليت عايزين نوت ميلك شوكليت. الشوكولاته حلوه قوي وسكرها مظبوط يعني وطعمها مش تقيل قوي يعني ما فيهاش سكر زياده فهي تجزع. انا بحب قوي ديسباسيتو يعني انا باجي له كل شويه مع العائله كل شهر او كل اسبوع. بحب ديسباسيتو واكتر الانواع اللي انا بحبها فيها الهازل نوت والمانجو. في البدايه كان هدف ديسباسيتو ان هو يصنع شوكولاته، وصناعه الشوكولاته بتساوي صناعه السعاده. ففي المعادله لما بنشيل كلمه شوكولاته من النص فديسباسيتو بيصنع سعاده، واحنا قادرين ده الحمد لله ان احنا نصنع اطعمه من السعاده باشكال كتيره جدا بتوصل لاكثر من 58 طعم ب 58 نوع من انواع السعاده اللي قادرين الحمد لله نرسمها على وشوش الاطفال والكبار داخل مصر وان شاء الله قريب قوي خارج مصر. شركه الفكهانيه بدات 1961 من حوالي 43 سنه، وكان النشاط الاول فيها التجاره داخل مصر، وبعدين احنا عدينا باربع مراحل الحقيقه، وصلنا للثالثه دلوقتي والرابعه ان شاء الله الفتره اللي جايه. المرحله الاولى كانت التجاره داخل مصر، وبعدين من حوالي 17 سنه تقريبا بدانا المرحله الثانيه وهي الاستيراد. شركتنا المستورد لخامات الحلواني للمكسرات للشوكولاته. المرحله الثالثه اللي احنا يعتبر في نهايتها دلوقتي مرحله التصنيع، بقالنا سنه وشهرين تقريبا بنصنع الشوكولاته اللي هي ديسباسيتو بجميع انواعها، وبنصنع سبريد ديسباسيتو وسبريد شوكولاته طبعا وسبريد لوتس. المرحله الاخيره اللي احنا رايحين لها عكس المرحله الاولى اللي احنا بدانا بيها اللي هي مرحله التصدير، يعني احنا لما بدانا من 17 سنه في المرحله الثانيه زي ما قلنا كانت مرحله الاستيراد. دلوقتي الحمد لله بسبب الحمد لله جوده منتجنا سعرنا الباكينج بتاعنا واللي قبل ده كله المستهلك المصري اللي بقى يفضل المنتج المحلي. من سنة وشهرين زي ما قلنا بدأنا في صناعة الشوكولاتة كبس حل بديل للشوكولاتة المستوردة ان احنا نحطها في العرض بتاعنا او على الارفف بتاعتنا، لحد ما وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها الحمد لله رب العالمين ان احنا بنصدر لبعض الدول دلوقتي، وفي اجتماعاتنا طبعا بنأمل وبنخطط ان احنا نقدر نصدر لدول شمال افريقيا والدول الوطن العربي، وباذن الله في 2025 هنبدا نفتح اول فروعنا في الخليج باذن الله، والخطه بتاعتنا ممتده لحد ان شاء الله رب العالمين 2028 هيبقى في تطور كبير قوي للشركه بتاعتنا. اللي بيميز منتجاتنا الحمد لله رب العالمين ان هي بتتحط تحت اختبارات كتيره جدا قبل ما توصل للمستهلك، قبل ما العميل يدوقها، لان في الاخر احنا بنصنع شوكولاته والشوكولاته بتساوي السعاده، فاحنا لازم احنا كاننا تقريبا كده بالظبط في المعادله بنصنع السعاده، فبنحاول نكون نعمل منتج كويس جدا، خامه كويسه جدا، باكينج مفرح، وطبعا اللي عارف بار ديسباسيتو تشوكليت عارف هو قد ايه البار شكله لطيف، السعر كمان منافس جدا. البدايه بتاعت شركه ديسباسيتو لما بدات في بني سويف فتحنا اول فرع لحلواني ديسباسيتو على كورنيش النيل في بني سويف، وكان هدفنا ان احنا نروح المنيا والفيوم في الثلاث محافظات دول. الحمد لله رب العالمين الناس هناك كانت متقبله جدا، لا كانت متطلعه من بدري ان احنا نعمل لهم حاجه بالمستوى اللي هم عايزينه، عملنا ده كويس والحمد لله رب العالمين. خلال سنتين قدرنا نفتح 8 فروع في بني سويف والفيوم والمنيا، وبعدين قدرنا نوصل هنا للقاهره تجمع، وعندنا خطه لاربع فروع خلال 2025 لفروع حلواني ديسباسيتو في القاهره، طبعا غير البلان بتاع السنه الجايه اللي هي هتروح الخليج باذن الله. ده كفروع حلواني، غير مصنعنا اللي هو بيصنع سبريد زي ما قلنا تشوكلت وسبريد لوتس، وبنصنع تشوكلت بار، بنصنع باز اللي هو الجديد ديسباسيتو اللي هو حشواته طبعا مختلفه جدا، في كنافه بالفزق، في بقلاوه، في كراميل، في تشكيله عظيمه جدا من التشوكلت اللي هو بالمناسبه برضو المفارقه اللطيفه ان الترند ده بدا في دبي، ترند التشوكلت باز. الحمد لله احنا دلوقتي بنصدر لدبي التشوكلت دي بالحشوات بتاعتنا اللي هي واخده طابع مصري لطيف جميل، بنصدره لدبي اللي هي بدات البراند اصلا. لما بدانا اول فروعنا في بني سويف مع المصنع اللي هو موجود هناك كان عدد العاملين ساعتها بالظبط 70 فرد من مصنع ومن فرع الاول لينا.
النهارده بعد 3 سنين بفروعنا بمصنعنا احنا 1000 شخص موجودين، 1000 فرد من افراد اسره الديسباسيتو في الفروع كلها وفي المصنع. 1000 فرد يعني 1000 حلم، يعني 1000 فرصه، يعني 1000 اسره، 1000 شاب، 1000 بنت، كل دول موجودين عندنا في ديسباسيتو. وعندنا الحاجه اللطيفه اللي مش موجوده تقريبا عند حد، ان ال1000 فرد دول بيساهموا بشكل او باخر في ان احنا نطور منتجاتنا. يعني احنا عندنا باب للمقترحات، على سبيل المثال البار شوكولاته الفريسكا، ده فكره حد من الشباب عندنا كان سافر اسكندريه وداق الفريسكا وجاء لنا ليه ما نعملش بار شوكولاته فريسكا، قلنا له ليه لا يلا نجرب، جربنا طلعت لطيفه يلا اشتغلناها. فعايز اقول ان احنا بدل ما الاونر هو دايما يقول لنا كده انا حلم واحد انتوا 1000 حلم، فلما نعمل كلنا ده مع بعض بنطلع بفكره كبيره قوي، فما بنشتغلش بدماغ واحده، احنا بنشتغل ب1000 دماغ، ب1000 بني ادم موجودين في ديسباسيتو. احنا عندنا لما بدانا بار ديسباسيتو الاولاني اللي هو بدا الحكايه كلها، كان عندنا حوالي 5 اطعمه فقط، اللي هم العاديين اللي هم مثلا بالنوتيلا بالفزق باللوتس. النهارده احنا عندنا 58 طعم، فيهم حاجات لطيفه جدا بتعجب الناس. يعني مثلا عندنا بار شوكولاته بالكنافه بالمانجا، عندنا زي ما قلنا بار ديسباسيتو بالفريسكا، عندنا باللوتس بالكراميل، عندنا بالنعناع، عندنا دارك شوكليت، ميلك شوكليت، وايت شوكليت، فكل ده في البار ديسباسيتو. بعدين لما عملنا الباز ديسباسيتو بقى كنافه بالمانجا، في بالبقلاوه، في بالكراميل، في حوالي 12 صنف، 12 طعم، 12 نوع من انواع السعاده اللي بنقدمهم في بار شوكولاته ديسباسيتو. فروع دلوقتي ده الحمد لله وصلنا في القاهره فرع التجمع الخامس في 90 الشمالي في مول مصر المحروسه، قريب جدا في المعادي ومصر الجديده. دي غير فروعنا اللي في بني سويف على الكورنيش، وفروعنا في المنيا على كورنيش النيل في المنيا وفي الفيوم، كل دي فروعنا الحمد لله.